أسعد الله صباحكم أحبتي بكل خير. صباح الخير عليكم من العاصمة الحبيبة بغداد. متواجدين في مدينة الصدر وتحديداً في شارع الداخل، بالقرب من يمنى حالياً سوق الأولى. هذه المنطقة منطقة وسط مدينة الصدر، أنا أتحدث لا أطراف مدينة الصدر ولا مدخل مدينة الصدر، متواجدين في وسط مدينة الصدر. شوارع رئيسية من ضمنها شارع الداخل والفلاح والشوادر والكثير من الشوارع. شارع الداخل شارع حيوي في مدينة الصدر، ودائما ما يشهد ازدحامات مرورية بسبب الضغط على أعداد السيارات في مدينة الصدر. حلقتنا راح تكون مدينة الصدر، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم أحبتي من جديد، حياكم الله، ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم من مدينة الصدر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ شلونك عزيز؟ شلون المدينة؟ والله المدينة تعبانة. والله وضاحت يعني هي بخير ناس أو بس يعني بتعرف أنت ازدحامات وهاي. شنو اللي يحتاجه ابن المدينة؟ يعني يحتاجه نقلج يعني كل شيء، أهم شيء هذا الشيء. شنو هي؟ كهرباء. في عندكم مشكلة بالكهرباء بالمدينة؟ هو كله ترى وهاي العالم الفقراء كلها. وأنت جاي تشوف بعينك كل شيء ما يفيد حاجة أبد والله العظيم. يعني وتناشد عليهم أبد ما يفيد هذا الحكي. يعني شنو شغلكم هنا؟ هنا تكاتك هاي إجداوة بعدها. إجداوة؟ إجداوة توصل بالنسوان وطالة تك تك وخلاص. الحمد لله والشكر. والآن مدد يعني. أكيد طبعًا. يعني شغلة تك تك متعبة؟ كلش. يعني شو سوى وين تشتغل؟ غير كونك الشغلة حتى تشتغل بيها تستمر؟ صح. ماكو. الله هو السهل. الله يعينك. حياك الله. الله يسعدك. شنو شغلك؟ أنا سايق تك تك. البقية كلها تك تك؟ كلها تك تك. شنو المضايقاتك؟ وتعال هنا جماعة تك تك تعالوا. وايد تناشدون بالبرنامج. يضايقوكم بالشارع؟ إي ضايقونا يعني أهل السيارات أهل هاي. وتعرف التيك تيك هسه العين عليهم، يعني واحد يعم على الكل. ليش العين عليهم؟ ايش عندهم؟ يعني واحد يعم على الكل، واحد مو زين، واحد هاي يعم علينا كل احنا، يقول العالم اللي تكاتك كلهم مو زينين. اي هاي مو صحيحه. وعندك ثاني شيء، هاي مال القطاع بالستة دوريه، يعني الساعه 5:30، يعني ال 5:30 ما صار بالستة يلزمك يغرمك 150,000. 150 ابو الدوريه، ابو الدوريه، ابو الاتحاديه، العسكري. عندك الاغماء، عندك ما عندك لازم تخسر. تخسر 150 ما مشتغل ما تجيبه. اذا انت باليوم طلعت 10,000 دينار 150 مين تجيبه؟ صح. هذا عملنا كله كذا كله طلع له 15 و20,000. اذا سواق يطلب ان شاء الله كل 10,000 100,000 يطلب. انا سواق. زين انتم هنا شنو؟ ما عندكم اعمال غير التيك توك؟ والله ما نعرف احنا غير التيك توك. هو يعني غير التيك توك ماكو شغل؟ ماكو شغل غير التيك توك. ماكو. زين السعادة التيك توك معيش عوائل؟ شلون لعب؟ ما يبينا عايشين على التيك توك، يعني عايشين عوائدهم. بس لا تقطع المشتركات، عندك ولا قصورية، ما عندك الحجز عليك، ما تطلع من الحجز الا تطلع رقم 500,000. ولا ما تطلع رقم هم من طب المشتركات هم يكضك يغرمك. زين سولفوا لي هنا قضية المخدرات موجودة؟ لا كل مكان. كل مكان؟ موجودة. موجودة. كل مكان موجودة. وهاي الظاهرة مو زينة. مو زينة. تأذي العالم. كل شيء موجود بالمدينة، أشكال موجودة. كل شيء موجود. شي الراد حتى نقضي على هاي الموضوع. شي الراد. شي الراد أنا أحفظ شي الراد. هي الراد ننهي هذا الموضوع. شي أكيد. مو؟ طبعًا. لازم الدولة تأخذ إجراءات. طبعًا تأخذ إجراءات. يصفون مشتركات، يفتشون سيارات، التكاتك. هذا وش هذا بالمخدرات، شاف المشترك إيش سوى؟ خلاه استدار ولا فرجع. لو ابو الدراجة عنده مخدرات ورجع، لو ابو السيارة عنده مخدرات شاف مشترك رجع عندك وفرق وطلع. ما في ذي مشتركات. انت لازم هذا شغل استخبارات. طبعا اي هسه احنا اذا شفت مشتركه فرق وارجع بنفس المكان. لا حد الله يعينك. ثاني شوف السلام عليكم. سلام خالص. شلون الصحة؟ شلون صدر؟ شلون زين؟ الله يعافيك. رحم الله والديك. شلون المدينة؟ والله المدينة خدمات ما بيها عمي تعبانة. ايش عجب يقول لك وين المدينة؟ وين الخدمات؟ تعال هذا شارع قرضوه. هذا مو سوى لكم جزرة؟ قرضوه هي الجزرة وين هي؟ لو عابينا عجزة القديمة أحسن تدري لو ما تدري نطلب جوه وشبايس شارع قلت أنا عفوهم ما يبي عمي هاي الشباب كلها حطالة بطالة على تيك تيك وظل العالم رحمة الوالدية الناس الفقرة شلون عايشة؟ عم تعبان العالم هذا عايش أهله يشتغل 8,000 10,000 روح لأهله تجي هم ولد بهم بالمسواق يظل جدي
بالليل يشرب نارتيله ما عنده مصداقيه. شو تقول انت مو صح هالكلام ولا غلط؟ لا والله ما عنده الا الله عمي. تعال ترى انا ابيع مخدر. تعال اقعد يمي شوف الفكره تجي. تبي لك الامام الحسين. يمرون عليك فقره هواي. تبي لك العباس اخو زينب. العالم ما عنده عمي وحق هذا اليوم عليه وعلى عافيته. تبي لك العباس تعال شوف اقعدنا وشوف عمي عالم تعبانه. هم نزلوا لنا الرصيد ابو 1000 دينار. 1000 دينار نزلوا الرصيد 1000 وربع. صاحب الزياده 3000 صار. الطحين ماكو 48 47 انا ما عجبته 47 ابي بكيس الحين الله وكيلك. زين سولف لي حجينا الخدمات ليش ما تصير بالمدينه؟ قال بس شارع الفلاح خدمات كملت مالته. معنى؟ شو معنى الفلاح؟ الفلاح عن النص كملوه لحد الاشاره وعافوه الاشاره الثانيه وعافوه. لما قالت شو عافوه؟ هسه هذا الشارع عافوه. من يم التقاطع مال بانز خاله من تعبرها سووا شوارع منا ومنا وهذا عافوها. زين ليش هالخدمات ليش؟ جعنا واحد يعني هاي ضحت ام الشباب ام الشهداء طبعا لا صدام راح فينا ولا الحكومه الشيعيه تحمد فينا. اي والله انا احكي لك بدل طيب. لا لا عم عليكم احنا لو نحكي العدل لو نحكي على وجه. هسه راح صدامنا عبد الله على ابو صدام. هسه الحكومه هاي منا وبينا. خدمونا خدمونا هسه النواب هي مو كلها من المدينه مو من المدينه. هواي عندكم مدينه نواب طبعا. كل النواب من المدينه المفروض يقول هاي ولايتي اختمها روح شوف الرماد ايش سووا. ليش احنا واحد؟ هسه هم نواب المدينه يبقون بالمدينه لو يطلعون؟ لا نصب المدينه ونصب باقيين. والله يعني. حيد حسين حرق راح يجيك على ابو جاد. انا قصدي انا يا دوله العراق. يعني لا لا تحكي الحكي لا لا. والله لا لا تحكي الحكي لا تحكي. لا حبيب قلبي لا تحكي. مو دوله مو دوله بقى دوله العراق ما تقول دوله دوله العراق هاي دوله دولتك دولتك. قول قلت لك رجع عليك ابو جاده ما راضى عليها بيها مجال دوله لا دوله واحد حشيش مو سوي القانون ولا سوي القانون لا لا مو ما بس اوضح له حكومه واحد ودوله واحد لا تفهم استاذي احنا نطلب من النواب مال مدينه الصدر يشتغلون فعلوا نفسهم يشتغلون يخدمونا يخدمونا حقك ليش اصير جيز حين ب 48 47 حقك وحق ابو عبد الله اكو عالم ما عنده عمي صادق اكو عالم ما عنده والله يا بشر تعال اقعد يا ما نبيع مخضر تعال شوف الفكره تجي صادق تعال شوف الفكره تجي العالم عم العالم تعبانه كلش يعني اذا ما يرحمونا يعني انا هسه عمري 58 سنه راتب ما عندي بالدوله الله يعينك رعايه ما عندي رعايه ما عندي عمي يعني انا 20 مره بقدم بالرعايه ماكو اسمي تشتغل ببقال حجينا ها اشتغل ببقال الله يرزقك وقاعد بالحواسب يعني منين اجيب رحمه الوالدي وهذا زي كذا مرمي عشتهم من الاشهر عايش عيالي والحياه تحتاج لها شغل عمي بيني وبينك العباس 16 نفر الله يوفقك عايش على هاي السياره 16 نفر عايش على هاي السياره ابو منو عمي؟ ابو مروه الله يوفقك وشرفنا بيك يعني ما يصير يا عمي خدمونا عمي انا اشكرك وصل صوتك ممنون جزيل الشكر شكرا جزيلا ممنون ايش بيه تطوع تريدون تعيينات؟ هاي تطوع على مال قوات حرس الحدود كله كذب عمي بس الشمال قالوا ليش وعلى الشمال واحد؟ تريدون تعيين وانا منتظر منتظر التعيين من صدر التعيين منتظر الرابط والحسين يجي وكل شيء ماكو اي خلوها شنو شغلك؟ انا تكتك تدرس ولا لا؟ لا انا خريج سادس ليش ما تدرس؟ شو سولفت بالشهاده قاعد بالبيت؟ انا شهاده شهاده انا سولفت لك انا قلت لك هاي العالم تعبانه عمي من يعيش عياله استاذ زيد اصغر من هذه يعيش عياله عمي اصغر من هذه يعيش عياله رحمه الوالد قلت لك انا اي لا لا شغل ب 10000 يروح يجيب دراسه يجي امور الذبيب بالسوق ترجع بالليل تختار من 10 شهور كيف لك العوانه كل كلمه عليه العباس ابو فاضل يعني بالليل يختارون شو تعشون صح يعني لو يطلع بنتك تشتغل 2000 يجيب لها لفات فلافل لو ماكو ماكو لو ظل بدون عشاء الله يعينك ماكو راتب نبت وينه؟ نبت وين نبت مشكور العاصمه بغداد كلش تعبت هاي سوالها هسه هاي بيا دوله هاي هسه انا اشوف الاعمار كلها تقريبا قصه ولا تقاتل هذا راح من هاي باسطنبول هاي بس بعد هاي باسطنبول كل واقفه هي مو العاصمه بغداد مو المفروض احسن محافظات تصير ولا طبعا ليش هيك هسه لا خدمات لا ترتيب بيئه لا هذا بيئه كل شيء ماكو هاي بنايك رصيف خله وراه محاضرين مجانيين على مدري شنو هذا طلعت لي السلام عليكم سلام تعال احنا محاضرين موظفين لا ثبتون لا 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 ما اعرف شو يعني شو اقول لك ما نعرف شو يوميه ما جاي كل شيء ماكو لا مثبتين لا مطلعين رواتب كل شيء ماكو جداهم هيك على خالد بلاش يعني ما يصير هيك اي موضوع يعني المحاضرين مسؤولين ما بالمدينه لا في شمال مدينه لا بيها دوله لا بيها حاضرين 20 انتم ها حاضرين 20
وحاضرين هاي على التربيه. على التربيه مال المدينه. على التربيه. الله يساعد اخوي. سؤال صح. بالنسبه للخدمات، اولا الخدمات كلها متعدده وكلها الى انهيار البنى التحتيه مالتنا الى اسوء الاحوال. هاي الميزانيات الانفجاريات انا بعرف هاي وين تروح الفلوس. هسه انا اليوم انسان كاسب ومتزوج وعندي اطفال، هو دور على تعيين من 2016 الى اليوم راح يصير 2023، ادور له على تعيين مال. انا شاب من حقي، هسه لا اكو خدمات مستفاد منها، لا اكو تعيين. انا بدي اعرف ليش جاي يحطمون الشعب العراقي، انا صاحب تكتب جاي يردون ورانا ليش؟ انا ارتبتين، هسه مثلا لا رعايه انطوني، صاحب اطفال اني، يعني هسه الى متى وين يردون يوصلون الشعب العراقي؟ ووصلوه الى اتعس الاتعسين، جاي يحذرون به كلش، يعني هسه المخدرات غزت البلد. الامور التعبانه كلها، يعني قمنا نشوف واقع ابائنا واجدادنا قاموا ما يعرفون. احنا نكون بزمن تطور تكنولوجيا، يعني لا متى؟ لا حكومه صدامه اللي استفادوا منها، لا حكومه من بعد 2003 كلها فوق وسلب ونهب، يعني لا متى؟ انا اريد انشد مناشده للبرلمانيين، اقول له انت هسه من تبوك، انا قبل 20 يوم دافن امي بيدي، امي كل شيء ما عندي. الله يرحمها براحتك. الله يسلمك، انا صفنت بيني وبين نفسي، اقول هذا اللي يملك مليارات، هسه امي بس تشفن وبعدين ما تسلم عليه، الى متى هيجي نوصل؟ يعني انت موعظه فكروا، الى متى تخدمون الدول المجاوره؟ صيروا صاحبون قرار، احنا العراقيين معروف بغيرتنا، كون غيرتكم وصير فوق كل شيء، فوق المال وفوق الجاه. هسا انتم اجيتم مناصب تحلمون لا انتم ولا اجدادكم بيها، هيك يصير الموقف فينا مع كل الاسف والله. الى متى؟ يعني هسا انا اناشد من قناتكم، عم رد لنا تعيينات، متنا، يعني واقعنا كله رديء برديء، الى متى صرنا مهانين؟ يعني الى متى؟ هذا الشارع شوفه، هسا دير الكاميرا وشوفه، كل مدينه الصدر انهيار بانهيار واسوء باسوء، ولا حكومه بيها. هاي فيليا يجون يقتلون يسلبون ماكو احد. ليش شنو ماكو؟ يعني الحكومه ماكو قوات امنيه. وين؟ ماكو قوات امنيه، انا فيليا هسه ابو تيك توك هذا يقطعون العراق كله عن التيك توك، المدينه تبقى مستمره، يعني الى كل اي شيء يصير فيها كل قانون يمشي بالعراق الا بالمدينه، لان تصير كلها قسم احزاب وقسم عصابات وعدد سكان هائل. يعني المدينة أفهم من كلامك خارج عن القانون؟ خارج عن القانون، القانون مسيطر عليها بس بالدول بالأمنيات فقط، الأمنيات مو العسكرية، المدنية فقط. مدنية بس، مدنية كعسكر ماكو. هسه باللي ذاك اليوم هناك قطاع 47 ذبحوا لهم شاب، ليش؟ يعني لو اكو قانون اكو واحد يتجرأ ويذبحهم؟ ابدا. بس الى متى؟ بعد الله حياك، الله اكبر حياك. نريد رواتب، نريد تعيين. عم والله العظيم ملينا بالحسين الشهيد، ملينا. شو نسوي؟ الله كريم. الله يساعد اخوي. شو شغلك؟ تك تك. ايه المدينه كلها تعبنا والله، تعبنا الحسين، تعبنا ملينا. نقدر بس على الفقير. زين ليش يحاسبوكم اذا هم دخلوه؟ والسؤال ليش دخلوه التك تك وبعدين يحاسبوا؟ يدخلون التك تك ويحاسبون فينا. كلها غرامات 50,000 و100. ملينا لو عدنا شو اشترى تك تك. انت بالشارع اليوم يصعدون وياك ناس هواي. اي نعم. يعني وصلت مرحله مثلا كروه 2000 دينار ما عاد الناس. اي والله الحسين ناس ما عاد الحسين. اي والله في الله يعين، والله يساعد الناس. هذا وضع المدينه. خل مروا الكاميرا على هذا المكان، هذا الشارع اللي انا حدثت فيه، اللي هو شارع الداخل اللي دائما ما يشاهد هذا الازدحام لسببين، كثره التكاتب بيها، كثرة التكاتك بيها، واثنين كثرة السيارات، وبعدها المدينة على يعني على قالب التخطيط السابق لمدينة الصدر نفس الشوارع، ازدادت أعداد أبناء مدينة الصدر، لكن ما ازدادت شوارعها ولا توسعت شوارعها، وبالتالي هذا المنظر اللي تشاهدوه قدامكم، هذا منظر شارع حيوي رئيسي في مدينة الصدر. يعني هاي الاعداد الكبيره جدا، بهذا هذه الفوضى اللي موجوده في مدينه الصدر، اراد لها جانب ايضا تخطيطي في الشوارع. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. شباب مدينه الصدر شنو طموحهم؟ امنيات وطموح يا شيخ. الحكومه بقت عندنا طموح،
هسا احنا نحكي انا هسه ابو تكتك نحكي على التكاتك. ايه هسه التكتك سوى لك رقم. الرقم هذا بيه سوى بالبدايه ب 500. الناس اكو بيه سوت راحت بالبدايه شوتي. قالوا لهم بعد تفوتون من السيطرات وتعبرون وتروحون مناطق. تعبر القناه الساعه بالستة الاسبوع. حتى لو مسوي رقم. حتى لو مسوي رقم. تقول له يابا هذا رقم وهاي السنويه شو يقول لك؟ يقول لك ننقحن ونشرب مين فورا ورجع. ماكو. النوبه نزلوها قالوا السعر ماله ينزل لل 200. الناس هم راحت سوت. وهسه همين سووها لل 180 الناس راح تسوي. وماكو فايده انت تسويها يلزمونك ساعه بالستة. شنو الفايده ما تدري. ما زين انتم اذا هيك ما تقبلون على شنو تخلون الناس تسويها؟ وتدفع فلوس الناس. خب انا اظل هنا اشتغل بالمدينه لا رقم لا هاي وما دافع فلوس. ليش تجيني تقول لي تعال بيا منطقه بيا منطقه احنا هنا بالمدينه. هسه انت بس تعبر القناه هاي السيطرات ما تعبرك بعد. زين انا عندي رقم عندي سنويه عندي اجازه ماكو. في مال لا في مال. زين هو انا السؤال عاد ليش خلوا الارقام اذا كل تتحاسب حتى بالرقم تتحاسب؟ بوك هو هاي القضيه ليش سووا الارقام؟ يستغلون هاي الشباب على ابو انت عندك تيك تيك تعطيني فلوس هاي ايش وقت يسوونها بنهايه الشهر؟ رواتبهم مطقين يجون يظلون يلزمون ويسوون سنويات تاجر وابو التيك توك ها هي بعد هم قدرتهم عليه من هل الفقير هل 2000 دينار ولا 3000 انا حجزوني بالعباس ابو فاضل 350000 طلعوا لي اياها قلت له عمو انا هذا الشغل ماله 10 منين اجيب لك ال 300؟ قال والله هاي مشكلتك يابا مو انا عندي رقم قال والله هاي مو مشكلتي مشكلتك انت الله يعين الناس الله يعين الناس شكرا جزيلا حبيبي شلونك؟ هلا حبيبي شلون الصحة؟ الحمد لله تدرس لو لا؟ لا شو تبيع؟ شاي شاي بيش قلاص الشاي؟ 500 بيش الساعة تطلع؟ اطلع بالسبعة الصبح بيش الساعة ترد لهلك؟ ايش وقت؟ ايش وقت؟ تطلع بس بالمدينة؟ ايه وين انت بيتكم؟ حي طارق بالقديم بالقديم مال حي طارق؟ ايه بالتعبانة؟ ايه شلون وضع حي طارق؟ زينة زينة؟ ايه ميكم شلون؟ نعمة نعمة؟ ايه ما بي ريحة؟ لا ما بي؟ لا ولا زين نعم شنو اللي يريده ابن حي طارق؟ شو تريد انت شنو طلبك؟ كل شيء ما عندك شيء؟ لا ما تتمنى شيء؟ ها؟ لا هون ليش؟ أمنية شيء حلم عندك؟ لا هون كل شيء ما عندي لا حلم ولا أمنية الله يعينك شكرا لك حبيبي شكرا يعني بهذا العمر مدينة الصدر يبيع شاي عمر مراهق ممكن الآمال نحو طموح نحو الأحلام لكن بالتالي هو اختصارها أنه ما عندي لا حلم ولا أمنية خلي يفوت خلي يجين الحجي قواك الله عمي ايش استفاد شو يقول تعالي 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 هنا تعال ما أريد أن أتعال شو ما استفاد والله شو السؤال شو أجي وطلعوني بالتلفزيون وطلعوني بالهاي شو كل شيء ما استفاد شنو اللي تريده؟ هاي وهاي العين لا لا من لا من اتعشى ما اتغدى، اتغدى ما اتعشى، وشنو الفائده انا هاي حياتي؟ وين ساكن عمي؟ وين ساكن؟ نازل نزل ادفع اخذه من العالم والله اولاد الحلال يطوني اخوي ادفع 300 بالشهر وبالمولد اما 24 حالتي انا لا راتب لا اجير كل شيء ماكو عود يطني عود يطني 100 دينار بالرعايه وكل شيء ماكو هاي دولتي شاي هاي دوله تعبانه وضح دوله تعبانه دوله منحطه دوله كل شيء ما بيها كل شيء ما مستفاد انا من الدوله عيني طاب تومر شريت انا شريت هاي عاد تتكسر اللي انت بهذا عمرك المفروض الدوله راعيتك بس وين الدولة مالتك انت؟ مو؟ لا عندك وزارة خير لو بيهم خير ما خلوا يجدن النسوان، الزلم الجدي، النسوان هاي دولتي يا شباب هاي مرة سولفت وياك مو؟ اي راتب رعاية ما سووا لك؟ وش يسوون للرعاية؟ يعطوني 100 بالشهر اعطوك 100 ما فينك ال 100 البلد طيح ما في للرعاية هل المولد حقك والله 300 والله حقك بعد اخوك خليني فهم قلبي احسن الله يحفظك هاي الشيب اخر قلبي والله يعين الله بعد منين يطيب اللهم يستر عليك من بعد اخوك منين يطيب هاي الدوله والله صح يا يوم يوسف اللي دوله تعبانه دوله منحطه دوله
اخي ان شاء الله. الله يعينك. حلك يا الله. الله يعينك، شكرا لك. باشا جيش العراقي، تحياتنا لكم، بس على كيفكم. على كيفكم، حياكم الله. من الداخل بالقرب من سوق الأولى نطلع فاصل ونرجع لكم، حياكم الله. اهلا وسهلا بكم احبتي من جديد. بعد ان تحدثوا الساده المواطنين وخاصه اصحاب التكاتك في مدينه الصدر عن واقعهم وحياتهم في شوارع بغداد وقضيه المضايقات وقضيه حتى الرقم اللي قالوا دقوا رقم يا تكاتك العراق وبالتالي بالحجز كلها ابو التوك توك والبدون ابو الرقم والبدون رقم. اما عن حال الفقراء تعالوا لنا شويه عن الشارع، ما نريد نضايق العالم. اما عن حال الفقراء فالفقراء بالعراق حالهم جدا تعبان. تحياتنا لكل قواتنا الامنيه وتحياتنا لقيادة عمليات بغداد. قضيه الكتب كتاب عمليات بغداد يطالبون بين فتره واخرى ويراد يعني نضع ملصق على صدورنا كتاب عمليات ملغى بامر رئاسه الوزراء وتعميم قيادة عمليات بغداد الاكتفاء بالباجات والناس المعرفين، ونحن معرفين لدى القيادات الأمنية. المهم نكمل حوارنا، حياك الله عمي. الله يسلمك. شلون الصحة؟ الله يخليك. شلون وضعكم؟ والله وضعنا تعبان. هاي عندي خمس نفرات. ها خمس نفرات، عندي ثلاث بنات واثنين ولد، وماكو لا راتب ولا اكو. هاي ما مسوي لك راتب؟ ما مسوي لي راتب، اروح للرعاية. ها الرعاية مو للفقرة للأسف، للعنده واسطة، للعنده فلوس يطي مليونين ثلاثة مقدمة. ها يسوونه راتب. ها احنا طفلنا على الشارع معيشنا. هلا حجية. ايه شلون الشابة؟ الله يبارك. طفلنا على الشارع معيشنا وهمنا وما هاي يحكون زين. بس سؤال، انت تقول الرعاية مو للفقرة، هي الرعاية اساسا للفقرة؟ لا، للعنده سيارات، للعنده واسطات يعني واصل. ها بس الفقير ثلاث ارباعها يعني نصها للفقراء ونصها للواسطات، ثلاث ارباعها. والله يعني ازيدها تطلبون حتى 3 ملايين واربعة. وانا هاي حالتي الدليل، عندي خمس جهال. وهذا شغلي وما عنده راتب، ويجي واحد عنده سيارة وعنده بيت يعطونه راتب وظيفة، يحجون على الوظائف، يقولون الوظائف ما تكفي وعلى المتقاعدين وعلى هذا. ما عنده راتب شلون عايش بهالوقت؟ سيدنا صالح ايش قد تبيع شاي؟ انا صالح ناس سنوات، وقبلها كنت دوار. وقفت يقعد الدوار صالح سنوات، هنا بالصيف مي وبالشتاء فات. الله يعينك. وبالتالي انت لا عندك رواتب، ما عندي لا تقاعد جاي ولا رعاية. جاي اشوف للعنده، للعنده جاي يعطون، ويحكي يجي رئيس وزراء يحكي، والوزراء يحكون ما يفكرون ما عنده راتب شلون عايش. يحكون اللي عنده راتب ويقولون الله ساعد حالتي، لان هسه هم يمنعون العالم هاي من الشارع. يمنعون العالم من هاي من الشارع، ويقولون نريد نظام ونريد ترتيب، ما تكتكات وغير التكتكات وبالشاي وبالمي. فتحوا معامل، فتحوا شركات، ليش السوري الايراني صح التركي عايش براسنا؟ ما يفتحون، بس يعطون الرصيد. ميزانيتنا قضت، يقول عندنا ما مشكله رصيد، لا مشكله كهرباء، لا مشكله معامل، لا مشكله شركات، بس مشكله رصيد في العراق. ورصيد يجي المقاول يسوي شلون ما كان ياخذ فيه ملايين. تمام، شكرا جزيلا. شكرا الله. شكرا. السلام عليكم. شلون الصحه؟ الناس ممتعضه انها ضايجه من الوضع. خدمات ماكو، يعني الحكومات قاعده تتعاقب فيما بينها توصل توصيات انه راح تسوي خدمات، راح تسوي شغل للعالم، راح تسوي، وماكو يعني الوضع نفس الشيء يبقى متأزم، والناس يعني عيشتها قليله. يعني تقريبا هي الموظفين اغلبهم بوظائف، يعني تقريبا اكثر فضائيين. فضائيين؟ بعد عندنا فضائيين؟ بعد عندنا فضائيين؟ اكثر دوله بها فضائيين العراق. جيد. حاليا مصر 93 مليون موظفين، 350، احنا 40 مليون، 8 مليون موظف. وين اكو اي شيء؟ لا عندنا شركات ولا عندنا دوائر ولا عندنا كذا. ايوه الناس تناشد بالشارع، وين الموظفين ما تدري؟ كلها فضائيين، اغلبها فضائيين. فاحنا الحكومات متعاقبه يعني نفس الوضع.
بيبحثون على ياه الفضائي ياه الكذا كذبوا بعض العالم. انا ما اقول لك مو يعني بس اكو بعض ما تبسيط رواتب ما تبسيط ضباط. شو يحتاج اليوم المواطن العراقي البسيط الفقير؟ يحتاج ابو العلاقه اليوميه. شو ابو العلاقه اليوميه يحتاج؟ هم يبحثون عن اللي هو متعمق بالدوله بوظائف وهميه يبحثون عنه، مو صح لو لا؟ مو معقوله يعني دوله 40 مليون لا بيها معامل ولا بيها مصانع ولا بيها. انت اليوم اذا كشفت اذا كشفت عن 1000 درجه وظيفيه وهميه تبدلها ب 1000 واحد عامل، صح لو لا؟ مو ترفع هواي الشباب الان هسه تشتغل شغلات حره بسيطه من شاي من قهوه يبيعون من كذا مكان ها والله يبيعون. شلون عايشين الفقراء؟ ناس عندها شهايد يعني. شلون عايشين الفقراء؟ يعني ما عنده شهاده متعين واللي عنده شهاده ما متعين. الفقراء شلون عايشين؟ ها؟ الفقراء شلون عايشين؟ عايشه دول دول اي اللي هي ما بيها تقدير له ولا طبعا ما بيها تقدير يعني هسه هو اليوم اليوم كل واحد لازم يحب الوطن مو يعني عايش بوطنه. لكن اليوم اليوم الناس هسه ما يعني اكثرهم تعظم من الوطن لان ما عايشه فيه. بلد يبيع نفط 4 مليون و200 الف برميل يوميا ما يحصل منه ولا درهم. ما عنده يعني ما عنده العالم ما لازم شيء من البراميل. الغني عنده رعايه البراميل لازم شيء منهم كل شيء ما لازم. تروح وين ما لا عندنا شركات ولا عندنا بناء ولا عندنا ما عندنا يعني بنى تحتيه ما عندنا. الله يعين الناس. انا اشكرك جزيل الشكر. ربي يحفظك ويعين فقرانا وناسنا. هذا مدخل سوق الاولى مدينه الصدر. هاي من الاسواق الرئيسيه بمدينه الصدر، وبالتالي الناس اليوم يعني كلها منتظره بين العماله بين الحمال بين صاحب التيك توك. هاي الاعمال اللي موجوده بمدينه الصدر. هذا السوق اللي متواجدين به حاليا احنا هو من الاسواق الملابس مو سوق الخضار. خلي ناخذنا هيك جوله بسيطه من الاغلب الاسواق اللي موجوده في مدينه الصدر. هي اسواق نسائيه. تشوف انت اليوم حتى الاسعار ممكن قضيه الغلاء الاسعار اللي موجوده موضوع الغلاء. السلام عليكم، نقدر نسولف وياك؟ صباح الخير، شلون الصحه؟ قناة الفلوجة برنامج صباحا. صباح الخير عليك أول مرة. أريد أسألك حل الأسعار قضية هالسنة العطور وغيرها همين موضوع ارتفاع سعر الدولار أكثر؟ والله متأذين من هواي صراحة. يعني جاي نعاني من هواي. تعاني منها؟ إذا كنا حاجة نبيعها ب 1000 ونص هسه ب 2000 والمعميل يجي ما يشتري يعني. يا بنقول له مثلا حتى مثلا نقسم له قسم ما يقتنع. المشكلة هاي يعني على كل شيء أثر الدولار طبعا. هاي العلاقة ما لها قيمة صعبة. تمام نجي نشوف العطور اللي عندك. ايش شو بعد؟ شو اسمك؟ أنا علي. أبو حسين هذني شو يسموه أنتو؟ التعبئة أو عطور التعبئة؟ إيه. هاي عليها سحب؟ إي عليها طلب. هي عطور شعبية أغلب اللي يسحبون هذه يعني يطلبون هاي العطور رجال أو نساء؟ يعني نساء الأغلب. الأغلب نساء لأن إحنا سوقنا نسائي. ها هذا إيه. السوق اكثر شيء نسائي. اكثر شيء نسائي هو إيه. صدق دا شاهد بيه النساء اكثر هو اكثر شيء نسائي وسوق شعبي يعني. انتم اسعاركم هنا هم تختلف عن الاسعار مناطق طبعا هي حسب الايجارات هناك ايجارات غاليه هنا بالضبط وعاد هم هنا ناس بسطاء هنا اكثر من بغير مناطق طبعا هي بعد منطقه المدينه مدينه الصدر هذا بس قلت لك هي المعاناه هي مال ارتفاع الدولار يعني زين العلاقة ما لها قيمة مثلا كنا اذا نشتريها ب 1000 هسه ب 1000 ونص علينا العلاقة. خلينا نحكي عن العطور، خلينا نبتعد شوي عن يلا اوكي مشاكل الناس لانه يوميا نسولف مشاكل الناس. اي هاي بعدين الحياة الله يعين الناس والله. سولف لي هسه انت هاي العطور كلها قدامك يوميا تشتم هاي العطور بالتعبية. عطرك المفضل انت شنو؟ والله هي شيء انت كعلي انا عطري هذا معروف حتى يعني اصدقائي ولا خلينا نقول الاقارب ولا هافوك؟ هافوك عطر المفضل يعني. ايه هذا زين. النساء ميالات الى اي عطور؟ يعني هاي العطور هي قلت لك الشاليز مثلا مكياج اكو ميكس تسوي خبط؟ عندي خلطات خاصه بي يعني اها مجربهن انت مسويهن قبل؟ جيد هاي خلطه يعني خاصه بي تلقاها بس يعني بس هنا ما تلقاها بغير المحلات ثانيه بس شوي يفتح العطر مالها يعني. هاي نسائي ولا رجالي؟ نسائي رجالي.
ها تشوف على اثنين معامير زين. اكو مثلا يجيك واحد شاب وسيم لطيف يقول لك اريد عطر يجذب النساء وانا اسمعها يقولون العطور الأغلبية هي عطور هي شيء جاذب يعني ايش راح اصير عليك هوسر هذا شنو هذا بيورد لا بنسبة حلاوة وهيك شيء قريب على الورد. اليوم تشوف السوق رايح للعطور هذا من التعبئل والتعبئل لا الاكثر شيء تعبئل قلت لك يعني احنا المدينه طبقه شويه وسط لا انا حتى دا اشوف المناطق الراقيه ايضا تمام يميلون للتعبئه ثباتيه اكثر التعبئه موجوده ثباتيه اكثر ثباتيه اكثر اي اكثر من هذا الجهاز تشتري ب 20 و 25 و 30 تشتري كاين من مثلا 3000 او من 5 يظل عطرها ثابت نهار كامل او 20 و25 يتلقى مثلا بس ساعتين ثلاثه ويطير فالتعب موضوع الثبات يطلبونه اكثر طبعاً. تمام شنو اللي يحتاجه اليوم اللي يشتغل بالسوق اذا كان تاجر ولا صاحب محل شيء والله العالم قلت لك هذا ولا مثلا شغل اكو لا يحتاج رقابه حتى احنا نسيطر على كل شيء على الاسعار على الدولار طبعا حتى انت تاخذ راحتك بال طبعا يعني والمواطن ايضا يستفاد اي يستفاد انا اذا ما ابيع حاب 5 6 ابيع حاب 4 او مثلا لا ابيع حاب 4 ابيع حاب 3 صح في شارك له فروقات يعني الله يوفقك ان شاء الله واحنا نشكرك صباح الخير عليك مره ثانيه شكرا شكرا ابو حسين مثل ما الله يحفظك مثل ما سولف علي هذا السوق اغلبيته نسائي فهذه الاسواق النسائيه حجينا الله يساعدك شلونك عمي تعالي هنا السلام عليكم شلون فيكم عيوني شلون الصحه حبيب قلبي انا شلون هالمدينه واهلها والله الحمد لله بخير ان شاء الله ان شاء الله دوكم بخير يا رب ان شاء الله شنو شغلك عمو هنا والله اصلح خلاطات ومسارم كهربائيه حلو تصليح تصليح ان شاء الله اكو اصلي عندنا بعد لو ماكو اصلي لا ماكو اصلي نادرا انا إيه صيني بس انا شغل بالاصلي اها ان شاء الله شنو كان عندنا سابقا يعني ذني هاي المكان الثروم الراقي شنو كان ناشونال سانيو توشيبا جنرال اذا نشتغل ذني الاساسيات لان بعد ما يجي خواتم ما يجي اختم كذا موجودات بالسوق والله نادر يعني نادر اي هسه ذاك 100 هذا 15 70 طبعا فرق اي فرق مو هو اصلي هم اي ان شاء الله هنا حجينا خوما يضايقوكم البلديه شيء لا لا ماكو يعني ما لهم دخل ما لهم دخل ان شاء الله جونا فتره صفت الامور ان شاء الله فقير شلون عمي؟ فقير تعبان. تعبان. الناس تدري بوضع الفقراء شلون صاير؟ من الناس برا خارج. خارج مناطق الفقراء. خارج المدينة ما حد يدري بها. أنا هسه ناس عندي ناس الله يعطيهم الصحة والعافية. ينطوني فلوس هنا عند الفقراء قاعد أوزع لهم. إيه. ينطوني فد مبلغ 100 200 بارك 50. الله فيهم وبيك. عندي أسماء أعطيهم. تعرفهم؟ أكيد مع شراكة معهم. صحيح أنا قاعد بتجاوز. هم عندي أسماء هناك أوزعهم عليهم. الله يبارك بيك وبيهم وبيك كل من يساعد خير الله يبارك بيك والله يساعد الناس خير ابن خير الناس خير والله والله المدينه بعد اهلها طيبين ان شاء الله بوجودكم ان شاء الله ناس كرام اليوم اول قرار تنتظره من رئيس الوزراء كناس فقراء شو ينتظر والله بصراحه اول شيء يكون ملكنا نتجاوز احنا تعبانين احنا ها ثاني شيء هالمعيشه هاي شويه حسينا والخدمات الريت ما ادري احنا ما نقول يملك التجاوز نقول اعطاء وحده سكنيه للمواطن جزاك الله خير هسه التجاوز يملكه يلغيه المهم يعطيني سكن المهم والله المواطن يريد سقف احنا 18 نفر 100 متر قاعدين 18 نفر اي عوائل متزوجين معنا متزوجين بداخل هاي اي صدقني الله يعينك الله يوفقك ان شاء الله حجينا ويبارك بكم ان شاء الله الله يبارك فيك يا عمو ممنون جزيل الشكر جزيل الشكر مستمرين بتجواننا والسلام عليكم شلون الصحه شلون الحبيب بارك الله وديك الاسم الكريم صادق نجم عبد الله هلا هلا استاذ صادق الله يخليكم شرفتونا انت ماخذ ميكس بين البرازيلي بين الفضه والساعات الله يعمرك والسوق يتطلب هيك الله يعمرك اي السوق انا شويه قريب على الفضه خل اشوف ايش عندك والله عندك زناجير يمكن زناجير رجالي عندي سوارات عندي محابس محابس هيات هذا نسائي ورجالي هذا هذا كلياته تركي 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 الفضه ما تجي الصين تجي تايلندي تايلندي ايه لا بس جا صيني صيني لا يعني مو ذيك الرغابه عليه لان جا مخشوش مخشوش اي مخشوش هاي الخال شنو؟ هاي احجار فيروزي ياقوت عقيق اشكال الاحجار عندنا موجوده جيد منو اغلب ميال للفضه؟ النسوان ما يحبون الفضه لا والله البعض يحبهم ها اي والله البعض يحبهم يقول لك انا ما البس ذهب البس فضه
اكو نسوان اللي تشوفها اي هواي يعني اغلبيه البرازيلي هذا هو صبغ مطلي هذا مطلي يسموه سيسي الصفار مالته سيسي اكو اثنين سيسي اكو طبعا طبعا هي طلاء الذهب واحد تغش مع احترامي لك يقول له طلاء ذهب اي ذا يسمونه ذهب البرازيلي هسه هو دارج ذهب برازيلي بس انا سمعت قضيه انه الناس الفقراء الله يعينهم ويا ربي يعطيهم الذهب ان شاء الله الحقيقه والله والله دا يشترون هذا يجون هنا ياخذون سيتات كامله لا 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 اي أيوة والله عندهم يعني امكانياتهم ضعيفه اجي انسق لهم تراشي قلاده سوار تنسيق كامل زين شنو يعني حالتهم الماديه تعبانه زين هاي خلي يسمعون الناس الاغنياء يعني تخيلوا انه اثنين شباب اثنين عرسان يتزوجون ويجون هنا ياخذون من هاي ب 5000 دينار 10000 دينار الزايد يعني تخيلوا انا بس اريد انوه على فد شيء كلش مهم من ناحيه مدينه الصدر مدينه الصدر شويه يعني تعبانه خدميا ماديا معنويا ضعف القانون بيه خاصة مدينة الصدر يعني مدينة الصدر يعني حكومة بيها ما بصورة عامة ما يقول لك موجودة حكومة مدينة الصدر ما واللي قاعد يشوفون أنتم الدقات العشارية القتيل السرق النهب السرقة يعني جار يعني يحول على جاره هو جاره بصفه ويسرقه ويبوقه يعني أنا أحب يعني أتمنى من الجهات المعنية يسووا في صورة حل مدينة الصدر. تمام. لأن مدينة الصدر شوية يعني قلت لكم عليها ضعف قانون ما عليها رقابة لا بيها رقابة من الحكومة لا بيها رقابة من الخدمات. إيه هاي خدمات المواطنين أكثر من مرة. زين ومدينة الصدر يعني تميز بهواي بيها الدكاترة بيها المهندسين. بيها شعراء بيها أدباء. كل شيء بيها. بس ما أعرف شنو السبب شنو النبذة. هو هاي يقول لك هاي الأعداد البسيطة أثرت سمعتها. إيه كل. وإذا صارت إن شاء الله وإذا صارت يعني مثلاً تظاهرات أو فد شيء أول ما يحاوطون مدينة الصدر. صح. شنو هاي اللي منعتهم كم هائل من الناس موجود بالمدينة. وبعد خلي ياخذون هم يعني عين على التجاوزات هاي الناس ترى تعبانه صح وفقيره زين يعني يشوفونهم بديل هسه انا واحد من العالم اول ما صارت التجاوزات قبل تقريبا سنه قلت لهم عمي انا متجاوز على الشارع وهذا حق وحق المواطنين اكو ساحات بظهر السوق زين اعطونا اياها احنا نبني بارك الله واحنا نسوي صح واحنا نكمل وزائدا نعطيكم احنا سنويا ايجار بدل ايجار يعني بدل ما ساحه لو يعني حضرتكم تروحون تشوفونها ساحه كلها نفايات بس نظفوناها بالشفرات مالتكم احنا كل واحد مترين في ثلاثه هذا مترين في ثلاثه نعطيكم بالسنه ايش قد تاخذون مليون نعطيك يعني هواي تدخل خزينه الدوله لا وصل قانونيه اكثر وصير قانوني نشيل من الشارع زين صح ونعيش عيشه يعني كريمه مثل ما يقول انا اشكرك وربي يحفظك ان شاء الله الله يخليك الله يحفظكم ارجع وانوه يعني جندا سولف هذا مهر بنيه شابه تمام هذني مهر بنيه شابه اقصى حد نسيت ايش قد يعني ما يتجاوز 30 30000 30000 يجي شاب هو وزوجته خطيبته يجي ياخذون مننا من هذا البرازيل ياخذون هذا ذهبهم فتخيلوا وين وصل بينا الحال في العراق واحنا العراق يعني نقول احنا العراق احنا العراق وما يملك العراق من خيرات ياخذ ذهب بثلاثين الف عيب والله عيب وخزي على كل من تولى السلطة في العراق شكرا لك لأنه إحنا نحكي عن هاي الخيرات ما المفروض ابن العراق يأخذ لبرازيلي الله يعين الفقراء شو تسوي سولفوا يا من بعد حجينا الله يساعدك عم قواك الله أشكرك الله يخليك الله يعزك الله شلون وضعكم نعم الحمد لله شيء خير من شلون وضع الناس شلون وضع الفقراء والله الفقراء يوضع من شلون عايشين؟ عايشين هذا اسمع اولا برحمه الله برحمه أنا الله انت وسعت كل شيء ونعم يعني بالله اللهم لك الحمد عايشين يعني شو عايشين شنو في وشنو الرحمه واسعه رحمه وشنو يعني احنا نحكي يعني اكو ناس ما تعرف ايش يصير عند الفقير اكو ناس عايشه يعني بنعيم ما بعد نعيم تمام فاحنا من باب المساواه من باب الشعور بالاخرين نعم أنا يعني مو بس أحكي عن السياسيين عزيزي حتى عن الأغنياء ها 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 بالنسبة للأغنياء
بالنسبه للاغنياء، الاغنياء اكثر من انا شاهدت اكثر من الغني قاعد يساعد. يعني بالنسبه لي اشوفه بعد انا يطون انا اوقف يا بنا الايتام اللهم لك الحمد بعد هالدنيا بخير. بخير نعم لو خليت خلف بعد هالدنيا نعم بخير ونعمة خير. سين. عمر بعد متقاعد راتب؟ أنا لا موظف. موظف؟ إيه موظف. نحكي عن المتقاعدين شلون حالهم؟ والله ما أعرف ما عشان عايش المتقاعد. أنا من بالنسبة للموظف. إيه تعيش؟ عايش واقع. رواتبهم برأيك زينة؟ 400 و500؟ والله هي رزق الله بيها البركة زينة. إذا رزق بيها البركة زينة ليش لا؟ يعني شو قلنا؟ يلا قلنا مو زين يطونهم؟ يلا أنت بكان. دير بالك شيل بالك الشاب. أنت بكان يطونهم؟ ها تطونهم؟ لا احنا شغلنا الاعلام ان نحكي ونضغط. انا دائما اقول راتب متقاعد حبيب 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 تضغط مع 20 سنه ما حد وجب لك فل هاي ايش ما حد يوجبك ويسمع منه ويطلع منه هاي مختصر مبين تحكي وتسولف ونعيش ونسخن ونفس الوضعيه. انا اشكرك جزيل حبيبي حبيبي حبيب حياك الله ربي يبارك فيك. خلينا نشوف شبابنا هنا. السلام عليكم شلون الصحه صباح الخير شلون وضعكم؟ سلام عمري. الاسم الكريم؟ علاء. علاء علاء حبيبي حبيب الله. نسائي محل ملابس نسائي. شلون التعامل ويا النسوان؟ يقول لك مزعج التعامل. لا مو هي شوف اول شيء اول هي مو شغلة متعب لو شيء. انا الاذان السبب الاول الدولار. دولار طبعا. انا صار لي يومين سوقت على 52. حلو يعني القطعة بيش تبيعها بيش تبيعها بيت تجيبها وبيش تبيعها والمواطن ما يعذر من الصعب ماكو يعني سنتكلنا قلنا على الرئيس الجديد السوداني يا الله هاي. فاتحة خير لأن ملينا كل يوم أول ما واحد. بلش السوداني زيد الله وكيلك قلنا هاي فاتحة خير غير للأمانة نحكيها وتعبنا تعبنا شاهد الله شنو رايك انا ب 12 فتحت هسه ونجحت السوق ماكو لا شوف السوق ميت ما بيحرك شوف يعني هذا ما السوق هاي الحركه ابدا مو مال المدينه اصلا كفيلك الله مسوقين شتاي وقاعدين مساكين تاذينا احنا السبب الرئيسي الدولارات منتهين مني زين السبب الرئيسي وتعبنا احنا كشباب هسه احنا شباب ما عندنا طموح ملينا والله صور من شغلتنا تعب يعني شنو بما نريد نطور روحنا شو انا كلها على مود العيشه وعلى مود اللقمه تجيبها للبيت صح انت دولارك صاعد ولقمه الحلال تعب تعب والله قاعد نتعب ونجيبها منا ومنا ما قاعد تدبر زين سبب الرئيس الدولار الاوضاع تعبانه اذا نرجع على الكهرباء ما كهرباء على المي ايش قد ناشدنا وايش قد حكينا وايش قد وصلنا الله وكيلك ما حد يسمعنا ما حد يسمعنا هسه خلينا نقول اليوم السيد رئيس وزراء السوداني قابلنا على اول شيء كشاب اول شيء كشاب نعم. من مدينه الصدر من سكان مدينه الصدر نعم اكيد من مدينه الطلبه شو تقول له انت شيء يخص شباب مدينه الصدر انا شبابي طموحي ابصر شيء شغل التعيين وفر لي يعني هسه احنا نحكي للامانه تجاوز هذا على ياسا عجونا وقصونا وطينا دبايو وكل شيء سوينا على مود عيشتنا زين وفل الشغلة اشتغل بيها عيش بيها هذا ما مضمون على يا ساعة يجوا لك وكل سؤالك يا أخي وين نروح انت تعال اسألني وين اروح اروح اكتب اروح اسلي لا ان شاء الله انتم مو يمكن انا مو هذا الشيء صح. بس احنا نطلب من السودان وفرنا وفرنا في التعيينات الشغلات هاي الشباب الضالة على مود ابسط تعيين كلها تركض لها عم ترى ملينا والله ملينا قاعد نضحك على روحنا حياك الله وانا اشكرك وشرفت بيك ممنون شكرا الله يحفظك ممنون على حياك الله من مدينه الصدر من سوق الاولى هذا كان صوت ابناء مدينه الصدر حديث مدينه الصدر واضح قضيه اليوم الخدمات رغم انا دا اشوفك عمل لكن ابن المدينه يقول لك هذا مو شغل اليوم العمل مو جزره وسطيه خدمات سيئه في مدينه الصدر هذا ما يتحدث فيه المواطن لكن انا قبل الخدمات وقبل كل شيء أنا أدعو السيد رئيس الوزراء إلى زيارة مدينة الصدر ولا تزور لا شارع الفلاح أمانة الله يعني لا تطب لا شارع الفلاح ولا تطب للداخل ولا أبد روح وين اسأل وين شعب المدينة طب للدسيم طب الحي طارق تمام طب بعد اشعدهم وين بعد بالأخير بالشيشان طب لها شوية هاي المناطق زورها لأن ولا رئيس وزراء زار هاي المناطق بل تدري شو يسمون نفسهم يا دولة الرئيس؟ يسمون نفسهم نحن المنسيون ما حد يندل هاي المناطق
فبالتالي إذا زرت ذيك المنطقة فأنت بدأت من الصفر بنائك. لكن اليوم أن نكتفي ببناء الشوارع الرئيسية وإكسائها هاي ضحك على الذقون، تمام؟ وإن شاء الله يا رب الناس متفائلة بالسيد السوداني خير، عسى احنا بدنا نقول عسى، تمام، حتى لا يباشر عقبه يقولون أنت داعم، عسى أن يكون أهلا لها. من مدينة الصدر هذا صوت الناس وللمواطنة الكلمة الأولى والأخيرة. حياكم الله، نلتقيكم في حلقة أخرى، في أمان الله.